على بعد 17 كيلو من مدينة نابلس للشمال الغربي تقع قرية بزاليا أو بازاليا الذي تعني البزار، هي كلمة كنعانية. هذه البلدة من أجمل القرى الفلسطينية في شمال محافظة مدينة نابلس. عوايدهم، تقاليدهم الفلاحية الأصيلة، الجميل في هذه البلد إنها بتطل على الساحل الفلسطيني، بتشوف المدن الفلسطينية القديمة، طبعا اللي صار مكانها مستوطنات. على كل حال إحنا وياكم اليوم ضيوف على بلدة بزاليا أو البازار زي ما كانوا الكنعانيين مسميينها. خليكم مع أنا وخلونا نخش على البلدية. الانجازات ابو يوسف الصوره راح تاخذها والناس شايفينها، بس احنا قبل ما نحكي بالانجازات والهموم والمشاكل والشغلات اللي دائما بتضلوا تفكروا فيها، قديش عدد سكان بزاليا اللي بيشملها خدمات المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بزاليا قرية تقع شمال غرب نابلس من قرى نابلس، تبعد 18 كيلو متر عن مدينة نابلس، يعني بتقدر تقول بعيد عن الخدمات هيك مش الإنجازات، بعيد عن الخدمات. هل عدد سكانها حوالي 3000 نسمة. طبعا في زي هدول العدد في حوالي 3000 نسمة بيعيشوا في الدول العربية وأغلبهم في الأردن تقريبا. العائلات الموجودة أجم حمولة فيها أكبر عائلة، ولا ما عندكش معلومات عن العائلات؟ بس احنا عندنا معلومات عن العائلات الموجودة، هي أكبر عائلة شو اسمه تقدرش هسه تحددها. احنا عندنا في دار بدناش حدا يزعل، بدناش حدا يزعل، بدناش حدا يزعل، بس تكون عائلة حسين. لا لا، في تعادل مرات، في تعادل. احنا كل العائلات اللي عندنا، العائلات المشهورة، هي العائلات المشهورة، مش شرط عدد، يعني مش عدد، مش مشكلة، الامر لا يقاس بالعدد. الامر لا يقاس بالعدد، يعني يعني في بعض الاحيان ممكن تكون اصغر عائلة تتسيد تبقى ما شاء الله خادم البلد، خادم البلد احسن المهم العائلات المعروفة. في يعني عندنا دار حسين، في دار سالم، دار حمد، دار نصر، دار عودي، هذول كل العائلات الرئيسية. هاي هذول العيال كل جذورها من بزاليا، ولا في ناس اجت دخلت طبيبة، ولا ناس اجت سجنت في البلد وانحسبت عضاد حسين وانحسبت عضاد. والله شوف احنا اللي دخل على البلد وكتب هويته بزاليا فيش حدا دخيل، كله محسوب على البلد، كله محسوب، كله بتعامل بنفس المقياس ونفس النظام، وسواسي الناس كلها سواسي. نعم. في حدا بعده بزرع وبيطلع في البلد عندكم؟ طبعا يعني بزاليا من القرى المشهورة في الزراعة، لأن نسبة الأراضي المزروعة باللوزيات والزيتون حوالي 2000 دونم. طبعا هو زيتون المناطق المشهوره في الزيتون بزاريا، معروف يعني المنطقه هاي بالذات او هذا الوجه بيجي فيه الزيتون جيد، واحيانا نسبه ممتاز من بزاريا لبرقة العصيرة للمناطق المجاوره. طيب ابو يوسف برضو يعني ما بدي تخلفني شو عمل المجلس او المجلس اللي قبله، بدي تخلفني عن طموحاتكم، عن الاشي اللي ناقص البلد، انتوا هيك شو بتفكروا وانتوا قاعدين وانتوا رايحين وانتوا جايين؟ في عندنا الشارع الرئيسي اذا انتوا شفتوا المدخل من ولا حلو بجنن المدخل المدخل بعدين وبعدين بتديك يعني بدنا وزارة الاشغال شوية تتعاون معانا وتكمل الطريق. احنا من هون قدمتوا المشروع يعني رفعتوه عدة مرات وبرامج كثيرة ولقاءات كثيرة، هم بيعرفوا يعني وطيب الشغل الثاني اللي حابين تعملوها في بزاريا المدارس طبعا تجبروها اول شيء عندنا مدرسة اساسية للبنات طبعا. هذا مبنى مقدم من المجلس، ما في مرافق، ما في ساحات، ما في ملاعب، على الاقل اذا بكون مدرسة اساسية للاطفال. والخدمات الطبية، الخدمات الطبية عندنا عيادة طبية بعيد عن القرية حوالي كيلو ونص، هي هذا المحل كراسه وعقرب بموت لا بصلش هناك الله، اذا بلك فيها شيء، اذا بلك فيها شيء. جبنا عندنا دكاترة، في عندنا مبنى ثاني للمجلس حطناهم في المبنى بأجور رمزية يعني بدون أجرة على الأكل، توفر علاج للناس يعني ممكن واحد يبقى عندك هذا طارئ ما
فيش دكتور في البلد مشكلة. فوزارة الصحة الساعة 2 بتسكر العيادة. 18 كيلو هذا يعني، إذا بكونش الدكاترة مضربين يعني، إذا الدكاترة مضربين يعني ما في مجال للعلاج. يعني أنتم عاملين مستوصف على خد الحال، جايبين دكاترة؟ والله جايبين طبيب. شو في رهم هيك حاب تحكي فيه أبو يوسف؟ يعني هموم الناس، الأراضي الزراعية اللي عندنا بحاجة لاستصلاح. مشكلة المي مشكلة كبيرة بنعاني منها طبعا. إذا في مؤسسات تدعمنا زي مثلا، فيش يعني شبكة مي في البلد؟ لا في شبكة مي لكن اليهود أو بضخونا كميات مي زي ما بدهم هم، زي ما على مزاج بتغطيش طبعا المنطقة يعني. هي في شمال، في شمال غرب نابلس بشكل عام مشكلة مطروحة ومعروفة على مستوى والكهرباء الحكومة المحلي والوزارات كلها. الكهرباء طبعا أسوأ نحن مقدمين للشركة القطرية تقوية للكهرباء، في عندنا محول ممنوع نشغله لحين ما يصادقونا على الطريق. صرف صحي ما فيش في البلد؟ لا نهائيا. عجور بعد؟ عجور كل واحد، عجور والنضح ابدا، عجور والنضح، واللي معوش ينضح عجوره مشكله ابو يوسف تفضل، يعطيك العافيه وبارك الله فيك. متجوز انت؟ لا ولمين بقصت هالبندورة اللي انت زامها؟ لا عمي، لا عمي لعمك؟ في المدرسة انت؟ لا في الجامعة. في الجامعة ما شاء الله، طالب جامعة. انا بقيت اسألك ما سبب تسمية بالزارية؟ بكى في، استنى انا ما سألتك ايش لزارية، صر على حال وجاوب. بدي اسألك سؤال. انت من هالبلد؟ مزبوط. أكم مشروع في الجمعية التعاونية غير هالمول اللي عاملينه في البلد؟ في مشاريع بكان جايات بس التغين، صار عليه المشاكل. هسه هم عاملين بس هالمول السوبر ماركت يعني ها؟ وفي صالة. وفي صالة؟ وكلمة بالزادة كنعانية ولا يونانية ولا رومانية؟ كنعانية. أكيد كنعانية. شو الأصل؟ كيف يعني بقى يقولوا بالزادة الكنعانية؟ بقى في بازار في وسط البلد. هذا المعنى. هسه عندهم يقول بالزادية. هسه الكنعانيين بقى يقولوا بالزادية زينا الفلاحين إحنا. لا. ولا شو بقى يقولوا؟ بازاريا؟ بازار بعرفت. زي بازار بقى يقولوا. أنت في أي كلية؟ خضوري. في الخضوري؟ نعطيك هدية؟ يا سيدي زي ما بتحبه. زي ما بتحبه؟ أعطيني هدية، أعطيني. هذه الهدية مقدمة من الوافد، مسكها ثقيلة، أذكر من البندوراتها. شكرا لكم. بدك تحكي شيء؟ يعني شكرا لكم وشكرا على التعاون هذا. شكرا لك وشكرا على التعاون. يعطيك العافية. قبل ما يخرب من البندورات الدنيا شباب، يلا. إن شاء الله. سلام عليكم. الله يحفظكم السلام. ولساتنا بحارات وشوارع بالزادية، وين رايح تروح فينا كاملة حروف وطن؟ خليكم مع نافذ، يلا. احنا في بلدة بالزادية، وزي ما انتم شايفين الساحل الفلسطيني، وخاصة بلدة تل الربيع الفلسطينية او ما يسمى بتل ابيب الشاطئية، اللي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط اللي هو الشاطئ الفلسطيني. بلدة بالزادية تطل على الساحل الفلسطيني والقرى أو المدن الفلسطينية. وطلعنا على جبال وحواشير وعماير وجناين بالزارية،
وزي ما قلنا لكم هذا البلد اللي بتطل على الساحل الفلسطيني، وعلى راس الجبل هناك ابو يوسف رئيس المجلس دخلنا على دار، ودار حلوه واللي فيها احلى، ويعرفنا عن حاله. حياك الله. انا الشاعر معزوز البزاري. الشاعر شاعر كويل حدا. انا شاعر كتابي، شاعر نبطي وشاعر حدا. شاعر نبطي. والله الجماعه في البلد مبسوطين عليك ومشايفين، وبقولوا هذا الزلمه يعني ما شاء الله عنه، عنده كول وعنده صوت بجنن. وانت عارف انه الزجل والحده هذا تراثنا الفلسطيني. حياك الله. بس انا سمعت انك انت بينك وبين النسوان في دائما زعل. نعم. وبتقول النسوان مره بدهن يحكوكن، مره بدهن مساواه، علشان هيك وانت قاعد ومشعل هالسيجاره وكاسة هالشاي الحلو اللي بتدبك تدبك شغل الفلاحين، قمت حاكي قصيده بدي اسمعها منك. يلا والله ان شاء الله نسمعك القصيده. طبعا مش كل النسوان اللي هيك، يعني احنا امياتنا نسوان واخواتنا نسوان، والمرأة الإسلام قدسها، فأنا بقول شطرين بعطين حقوق للمرأة اللي هو رب العالمين أعطاها إياها. وبالمرأة اللي ما بدنا نشرح، نخلي الناس تفشل زي ما بدها. أيوة. فا 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 الله 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 عليك. طيع الأبو والأم لا تبكى عكوك، ولا تطيع نفسك تعمل اللي ببالها. يا لطيف. أختك وخيك عالرحم ابكى شفوك، تلكاك جن مدليات حبالها حبالها. وعنا المرا الدين أعطاها حقوق، وشرع النبوة أكد استقلالها. وصلي على مختارنا شمس الشروق، هذه الدنيا طيورها وجبالها. يا للمرأة اللي بتعك جوزها بقول قول هذا زمان العولمة وعصر الذنوب، وعصر المرأة تاخذ استقلالها استقلالها، وعصر المرأة استرجلت تلبس شنوب، شيخة مشايخ عنقرت لعكالها. لطيف يا لطيف. لما عكلن ميلت عجوزها جنب الدروب، لولا الحياة ما تحسبوا رجالها، وانكثر ماله ما يمونش على جيوب، تا يأخذ المصروف من شفالها شفالها. والمران استهبلت تبدا تلوب، مثل الفرس نستلخمت خيالها خيالها. وسيدنا آدم لو رجع ماضي الضروب، بحلف بربه عمره ما يكنالها نالها. وان حبيت حلوة قبل ما تشري الثوب، اشري العصا اللي ما حدا بعصالها. حيو 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 حيو. يعني عن جد اشري العصا، اشتري العصاية. مش فيها يعني مع الكسوة طلع العصاية. لازم يعني مع الكسوة جيب العصاية. اذا بدك ابو ايش البرج قلت لي؟ ابو الامين. ابو الامين ما شاء الله صوتك بجنن، وصدق اهل البلد يعني. الله يرضى عليك. وما شاء الله بيعبي الراس. الله يرضى عليك. واحنا كنا وانت قاعد تبكي هيك تفكر وتبكى ترتب في هالكلمات الحلوات هيك. نعم نعم. وتفكر في هموم الناس يعني. نعم. هذا النسوان هذا من كثر ما وجع راس. وجع راس كأنك شايف شتيل انت ابوه. والله انا ماني شايف بتفرج. جبت العصاي انت يعني مع الجزوه؟ لا والله لا. لا مو بكاش العولمه منتشره على زمان ما تجوزت انا. المراه في عصر العولمه اسم القصيده. ابو الامين انت بتتتنا. هذا شغل عربي هذا ابو الامين. كأنك بتلف لف وبتعبي هذه تعد. والله تكحيش 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 تكحيش. والله المرك جيش بديار الواحد بطخوه يعبي بطخوه هو يكحش. هسه يعني بتعبي الراس هذا السيجاره وهيك. يم شرطك يم ما عملتلاش ما جاش على بالك ولا كلمه هيش تعملها لهالسيجاره العربيه هذه بتتنات. اسمعوا. طفل يلي بمهد الحزن من لف لف لا. او ظهر غدار شو عملوك من لف، وصرنا نشرب الدخان من لف، وبعد افخر فلاتر بالعلايه. يرحم ايام زمان يرحم ايام زمان. يا علي يا علي يا علي يا
صرت تشرب لفت يوم قلت لي ابو الامين. ابو الامين قديش لك انت البرد شو بتغني هيك وبتشارك في حفلات ولا ما بتشارك؟ والله بشارك في حفلات زجل شعبي، بزف عرسان، بزف عرسان وبشارك في مهرجانات في الجامعات ولا المؤسسات في الشعر اللي طبعا انا يعني انا متخصص في الشعر النبطي. يعني النبطي؟ نعم. انا شايفك يعني على الدخان وعلى اللف واللي بضيع زي ما قلت انت. تعجبت كيف بيطلع صوتك انا؟ شو بدك تعمل خلاص؟ هيك الدنيا وهيش الاحوال. والله يعني اقول لك لازم كل فلسطيني يدخن يعني ايش يعني يعني الواحد بيجي تايين بصد يدخن سيجاره بروحه مسري وعينه دخان للسرطان ودخان بضر الاولاد حتى بقول لك استنبط بالسيجاره يعني. وشو بدك تسمعنا ابو الامين؟ يلا تبسطنا هيك احنا والمشاهدين تحكي لنا طلاتي هيك يلا. يابا ساك الله لو ذاك الزمان يعود عوراك نبريشي بدائي تاني اهدي لقدس العروب عهود وكوا عهد عهد الفدائي ومن الشهيد اللي بالأرض موجود مهدي الوطن حلم الشبوبي يا دارنا يم الوفاء والجود يلي بزنود رجال مبني طول الزمان احنا معاك جنود لا نمشي والهامات محني بس بدمانا ارسمي الحدود نسهر عليك بعز دوري ختيارك استشهد وحنا شهود فيك الدفن مكتوب بوصي يا همنا ما يحملك كعود ولا تحملكش جبال مرسي برد عطشنا من نبع موجود داير عجرة وزير وعسلية برد عطشنا من نبع موجود داير عجرة وزير وعسلية تقعد جنب طابوننا المنشود والدفع جمرات فرني ذاك الله لو ذاك الزمان يعود عود يا زمان يعود لقمة هنا وثياب مهرية مهرية لقمة هنا وثياب مهرية هذا الزمان أبو الليالي السود طلع الصبح ويقول بدري حصل علينا حصل علينا يا والله جويت قلوبنا يا أبو الأمين جويت لك قلوبنا مثل الشمس نضوي وبيت من بنى على الحق نضوي ولا تفكر بنات اليوم نضوي شطبن ثوب الحصيد من الإحسان ساك الله أيام الحصيد يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا لا 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 راحت أيام ثواب الحصيد والدتشي راحت هذه الأيام بعدها على البال يا أبو أبو الأمين أنت في برنامج حروف وطن وشو بتقول للوطن ولحروف الوطن يا أبو الأمين؟ تابع على شاشاتنا حروف الوطن والصوت صافي والقيم بغلى ثمن حيو تابع على شاشاتنا حروف الوطن الصوت صافي والقيم بغلى ثمن ليل ونهار الناس بنا تشاهدوا جلسة محبة كانها في جنة عدن جلسة محبة كانها في جنة عدن جلسة محبة كانها عادك ابو الامين الله وسهلا ليته ما يبلى هالصوت الله يرضى ولا هالكلمات الحلوه عليك وبارك فيك صحيح شويت قلوبنا بايام زمان وليالي زمان نعم بس طول ما هو اللي امثالك موجودين الله يرضى وبيذكروا الناس في الماضي وفي ايام الحصيدي وايام المذله
يعني لما تقول الواحد عبي كرطل بعرف شو الكرطل. الكرطل يعني أنا مش عمري 90 سنة بس أنا بكره مش عامل حالي اختياري. أه. شايف هذه كلماتنا هذه اللي بكو جدادنا. أنا ليش كل الداير قلت يا همنا ما يحملك قاعود وما تحملكش ثياب مهري ما تحملكش جبال مرسية. أه. برد عطشنا من نبع موجود ليش؟ عشانه فيش بلد في فلسطين كل يوم تيجيها المي، داير عجرة وزيرو عسلية، كل واحد يبعث بير بالدار وفهم مرته شي هي العسلية وشي هي الجرة وشي هو الزير، مش بس يفهمها شي هي الحنفية عشان لما يقطعوها من المستوطنات ولا واحد يشرب مي. يعطيك العافية، يعطيك العافية أبو الأمير، يعطيك العافية وديتها دارك عاملة وصوتك يظل يجلجل إن شاء الله. أبو الأمين هذه الهدية من الوافي. الله يحييكم. خليك قاعد مش تقوم. ها هذه من الوافد الأدوات المنزلية في نابلس، هدية بسيطة لها الصوت الحلو. يعطيك العافية ويظل صوتك إن شاء الله يجلجل. الله يرضى عليك. يلا سلام على الوافد، حياكم الله. قد ما نقول عن هالبلد حلوة هي جنة، وفلسطين كلها جنة الله على الأرض. يعني بالزاريا ما شاء الله بين هالكروم هالمشمش وشجر اللوز وهالبيت الفلسطيني العامل إن شاء الله الأصيل العريق اللي احنا قاعدين قدامه وتحت معرلش هالدوالي والقرقرة حتشطب وتكسر الزنار والحك مش عالبنت علي مربيها وفضيت خواب القمح ما ظل فيها بضار وشفت الدماي تبكي موت راعيها يا والعود لحنه صدى وتحير الزمار وما ظل كلمة مع الشعار تحكيها ويا غايبين ارجعوا عودوا عباب الدار تنهى عتاب الوفا بكم نحنيها يا يابا حنيها يابا. ابو الامين دشرتك على الجبل انا شايفك يعني شو جابك هون وشفت وين قاعد انت الواحد بالحكي الريحة الطيب الحوك الواحد. يلا يبارك فيك على كل حال احنا في هالبيت الطيب هالبيت الفلسطيني الطيب في دار ابو العز الله يعزك وديمك يعطيك العافية ابو العز ومنلحب فيك وفي هالوجوه الطيبة وهاللحى الغانمة في برنامج حروف وطن ربنا يوفقكم ان شاء الله. ابو العز خلينا نبدا مع ابوك ايش قلت لي ابو راجي. ابو راجي يعطيك العافيه الله يعافيك. بكيت تروض انت بكيت نعم. هسه بطلت والله احوال الدنيا غيرت تغيرت كلها. قديش عمر البركه في 80 80 مواليد 32 قديش لك متجوز انا متجوز 60 سنه يعني من جيالنا تقريبا يا شو من جيالنا اولادهم اولادتي كذب الله يعطيك الصحة والبركة الله يبارك فيك. طيب بتتذكر البلد انت من البلد من هنا لك 60 سنة في هالبلد يعني في هالبلد طيب احكي لي شوي قبل 40 و50 سنة عن بزادة كيف بكت نفس العادات ولا تغيرت مع هالجيل؟ لا تغيرت نهائيا ما ظلش شيء من القديم ما يعني ضايل بكى بكينا قاعدين تحت في زكاك عيسى بقولوا لزكاك بكيت تفلح وتكلع وتزرع بكينا نفلح ونزرع ونرعى ويعني عايشين في البلد لك ارض في البلد هنا اي نعم بعدك نعم. بتروح بتكشكش عند الزيت ولا هسه بصرح وبروح العادي شو بتصرح فيش بتصرح انت عندك حلال بصرح على الحماره يلا قويك عنده غنم الله يحفظك عندك غنمات عندي غنم بصرح فيها زارع شيء هيك بعل بين هالزيتون بزرع قمح وبزرع شعير وبزرع كرسني وكل شيء بزرع وين بتروح فيه يعني مو انت الدار ولا للغنم وللدار وإنا الكم اه طيب احكي لي هيك قبل ما اروح اخلف مع ابو العز مثل ايش يعني احكي لي لما تجوزت بكت المهورة بكت في عنا خيل اها
وبكينا يوم العرس نروح على الشرم. وين الشرم؟ شرم مين؟ شرم البلد هذا. شرم دار الشيخ علي. بكينا هناك ننصب هالميدان ونصير نطارد هالخيل او في المجنوني ساحة أرض وساحة ويصيروا تخطخ فيها البواجيد أيام زمان يتصابوا. يجينا 40-50 راس خيل بكين يجين. عملوا لك زفة أبو رجاء؟ عملوا لي جيب الثلاث حداي وركبت وراه أنا. ركبوك على الحصان. قد إيه دفعت مهر للحج أيامها؟ شو 70 ليرة. 70 ليرة؟ 70 ليرة. وشو جبت لها هيك هذا اللي بيسموه جبت لها اواعي والصندوق. جبت لها صندوق. جبت لها صندوق. كم ولد عندك البرجة؟ 4 أولاد و4 بنات. كلهم هنا في بالزارية؟ كلهم في بالزارية بس واحدة في نابلس. واحدة في نابلس. طيب خليك معنا، خلينا نخلف احنا وابو ابو العز. أبو العز الله يعطيك العافية. الله يعافيك. سمعت انتباهي في المجلس قبل. نعم نعم. طيب أبو يوسف خلفنا عن الهموم وخلفنا شو طموحات هالبلد، يعني أنت من وجهة نظرك إنه أهم شيء لازم ينعم الله هالبلد أول إشي في سلم الأولويات. في سلم الأولويات الشوارع. شارع بالزارية. والشارع يعني هذا اللي بيجي قاعد بيقطع البلد والتركات هذه. أي نعم، هذا هو الشارع، أخطر شارع موجود في المنطقة. بقولوا لي في حوادث بتصير. في حوادث كثير بتصير أنا بتحصل هنا. طيب. يعني في حوادث تذكر وحادث لم تذكر. لأنه الشارع هذا يعني ذياك هو جاي مسافة 6 متر. والشارع إحنا بحاجة لازم يكون 16 متر. بده توسع الشارع. وبصير يعني وبدنا حتى إشارات للسيارات ما فيش إشارات. أبو يعني في الكرة دائما يعني الأراضي إلهن أسامي، هيك بقول لك هذا الظهر، هذا البطن، هذا المجنون علي أبو خلت الوقف. خلت الوقف. وطاط الجحش. أيوه وطاط الجحش. وصلنا خلت الوقف. وصلنا هدوي. تفضل أبو راجو. ما شاء الله. طبعا هو أقدم من أبو راجو، عارف كل شيء، بعرف كل أسامي الأراضي القديمة، أسامي الأراضي هنا وأصحاب الموجودين، ولا في ناس من اللي تهجروا من اللي سافروا وطلعوا برا وطلعوا. في ناس سافروا هنا من البلد. إلهم أراضي مطوبة بسميهم من سنة 58، بقولهم دار الملك. طيب ومين بخدم لهم إياه يعني؟ ولا هيتم ما تروجع؟ والله معطين، لا معطين لجماعة أخذوهن، كانوا قبل ما غادروا البلاد هنا أعطوهم إياهن وظلين في الخدمة، يعني في صاينينهن يعني وخادمينهن وشجروهن وبخدموا فيهن. شو اسمها هي؟ أراضي الملج. أراضي الملج، هذه الملج معروفة. معروفة بالزارية. وباقي أراضي البلد هيك اللي بتذكرون الختيارية، يعني الختيارية اللي تهجروا ولا اللي سافروا. لا احنا عندنا يعني هي أراضي الملج، أكثر أراضيها موجودة في بالزارية هون. يعني أكبر ملاج؟ لا مش أكبر ملاج، هم كان يعني ملاج الزلمي هذا. وأراضي أعطاه لواحد يصون اسمه سليمان الحسن. يصونهن وحافظ عليهن. فغادر البلاد. لا البكر المختار البلد. ما هو المختار بس لما يعني غادر البلد وأجى الطابو سنة 58 سجلهم باسمه. أبو رجاء فيا بس بعد عن المساكين. بحوض الذراع. الذراع ليش سموه ذراع؟ يعني طوله ذراع ولا لا هي اسمها أرض الذراع بقولوا لها. يزلم ما شاء الله يعني من زمان هذه من قبلك. من زمان وإحنا نعرف حوض الذراع. وقلت لي بعدك تركب على الحمارة، تركب على الحمارة وبتروح تحرث على وطن وتكشكش حوالين الزيتون. وبكشكش حوالين الزيتون وببحش. يلا العبادي في عنده، يلا كعدات غنمي في عراك العبادي. أبو راجل الله يعطيك العافية وطولة العمر وتظلك قوي بصحتك إن شاء الله، وتظلك تكشكش على هالزيتونات وهالوطيات. الحمد لله. وتزرع كمح وتزع قطاني، مش بيسموه قطاني أمي ولا شو؟ الجلسني والقطاني. وهذه هدية بسيطة تكيل شوي، دير بالك، مقدمة من الوافد للأدوات المنزلية في نابلس. الله يبارك فيك. يعطيك العافية وبارك الله فيك ويعطيك الصحة والقوة إن شاء الله. لساتنا بحارات وشوارع بالزارية وبين الدور، وهاي التكينا. خلينا نعرف مع بعض مع مين ومنين طالع. تعال ارجع معي، خلينا نشوف احنا وين
وبيوت مين هذه ودور مين وشجر هاللوز والليمون وهالورد وهذا اللي ورا. تعال جاي تعال تعال عندي هان يعطيك العافية. شو اسمك أول شيء؟ عبد الفتاح عودي. عبد الفتاح عودي من بزالي أنت؟ أكيد طبعا احنا في بزالي. أهلا وسهلا. إيه عبد الفتاح هذا داركم هذه ولا دار قرايبة؟ دار عمي. دار عمك هاي دارنا احنا وهاي داركم كلكم يعني في ارض واحده. هاي دار عمي. هذه المنطقه اللي احنا فيها شو اسمها في البلد بقولوا لها يعني الشارع الرئيسي ولا الذراع الحاره الغربيه؟ الحاره الغربيه. طيب بدي اقول لك تفضل. هذا شو هو اللي قبالنا هذا فالو على حاله شو هو؟ هاي فرنيه بيخبزوا فيها. اسمها فرنيه؟ فرنيه هيك انت بتعرف اسمها؟ يعني مش طابون من حديد؟ وكادي هذه. وكادي. وكادي هذه بحطوا الخشب من تحت والحطب والترامي اللي الزيتون وبحطوا فيها بحطوا العجين فيها. بالضبط. طيب انت بالزال انت في الجامعه ولا وين انت ولا خلصت الدراسه استاذ مدرسه؟ استاذ. ها وقعتنا مع معلم. اهلا وسهلا معلم. بدي اعطيك هديه من برنامج حروف وطن. اذا قلت لي كديش عدد سكان بزاريا او بزاريا بالضبط كديش اهل بلدك؟ كم واحد عددهم بالضبط يعني؟ هم اتوقع في 3,800 نسمه. 3,000. وكديش في منها مغتربين؟ يلا كديش يعني 3,000 كدهم يعني ثلاثه برا تعادل يعني ثلاثه برا ثلاثه جوا. بالضبط ثلاثه برا ثلاثه جوا. قلت لي انت استاذ مدرسه؟ استاذ مدرسه. استاذ شو بتعلم؟ علوم. علوم علوم يعني مش عربي ولا تاريخ؟ علوم. منيح اللي ما انت تاريخ عشان ما عرفناش كديش عدد سكان سكان بالزاويه. متجوز انت ولا عزابي؟ لا لسه عزابيه. مش ناوي تتجوز؟ الله كريم. الله كريم. عجل الحال احنا رايحين نقدم لك من الوافد للادوات المنزليه هذه الهديه. اهلا وسهلا. في نابلس هذا الوافد وهذه لمين بدك تعطيها الهديه؟ للحجه. هي للحجه. قد ايه عمر الحجه الله يخلي لك اياها؟ تسلم ان شاء الله. 60 سنه. 60 سنه راح تدعي لك 60 دعوه عليها ان شاء الله. ربنا يلا يلا يعطيك العافيه. أنا متأكد 100% إنكم استمتعتوا في قرية بزاريا أو البازار زي ما سموها أجدادنا الكنعانيين. هذه البلد الجميلة جدا والمليانة زي ما أنتم شايفين بالخير وبتروم الزيتون والوعر والنتش. هذا تراثنا الفلسطيني. هذه البلد اللي بتطل على الساحل الفلسطيني اللي استمتعنا ومن هين شفنا تل الربيع وشفنا كل المدن الفلسطينية في فلسطين المحتلة. يا ترى كاميرا حروف وطن وين رايحة تشيلنا وين رايحة تحطنا؟ خليكم معنا وإلى اللقاء.